بداية، وقع الوزير الأول عبد العزيز جراد مرسوما تنفيذيا يتضمن تعديل مواقيت الحجر الجزئي في الفترة الممتدة من 9 إلى 29 أوت الجاري على مستوى التراب الوطني. وأوضح بيان للوزارة الأولى أنه تم تكييف مواقيت الحجر الجزئي المنزلي من 11 ليلا إلى غاية 6 من صباح اليوم الموالي بالنسبة للولايات 29. وذكر المصدر ذاته بأن الولايات المعنية بهذا القرار هي بومرداسة، سوق هراس، تسمسيلت، الجلفة، معسكر، أم البواقي، باتنا، البويرة، غليزان، بسكرة، خنشلة، المسيلة، أشلف، سيدي بلعباس، المدية، البليدة، برج بوعريريج، تيبازا، ورقلة، بشار، الجزائر، قسنطينة، وهران، سطيفة، عنابة، بجاية، أدرار، الأغواط والوادي. وأبرز البيان أنه يمكن للولاة بعد موافقة السلطات المختصة اتخاذ كل التدابير التي يمليها الوضع الصحي لكل ولاية، ولا سيما إقرار أو تعديل أو تكييف مواقيت إجراء الحجر المنزلي الجزئي أو الكلي بشكل يستهدف عدة بلديات أو بلدات أو أحياء تشهد بؤرا للعدوى.